سماحة الوالد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في الأيام الجارية تستضيف المملكة المؤتمر الخامس لرواد الفضاء، وفي صباح اليوم ألقى أحدهم محاضرة في كلية العلوم، وشهدنا جميعا عظمة الخالق عز وجل في هذا الكون العظيم. شهدنا الكرة الأرضية وهي تسبح في الفضاء الواسع، ولم يعد هناك أدنى ريب بأن الأرض والأفلاك والشمس وجميع مكونات الفضاء في حركة دائمة مستمرة. ويصادمنا بعض أعداء هذا الدين والحاقدين عليه بآراء بعض العلماء الذين ينكرون فيها أن الأرض تدور، مما يجعلهم يستغلون هذه الآراء لنقد علماء الدين وطلبة العلم، حبذا لو تكرمتم بتسليط الضوء على وجهة نظر الشرع في هذه القضايا الفلكية الكونية. الله جل وعلا أخبرنا أنه جعل الأرض قرارا وأرساها بالجبال وثبتها وجعلها قرارا لعباده، عليها يسيرون وعليها يناهون وفيها يحرثون ويغرسون الأشجار، وفي بحارها كذلك يعملون ما يعملون لطلب الرزق. فإذا زعم زاعم أو صور مصور أنها تسبح في الفضاء، ما يلزم من ذلك أن يكون صادقا، سواء كان شيوعيا أو نصرانيا أو يهوديا أو مسلما. كلام الله أصدق من الجميع، والإنسان قد يتصور الشيء أنه يدور أو يسبح بالحركة وليس له كما قال، فإنما يكون في الجو وما يكون في رأي الرائي وهو بعيد عنه لا يلمسه ولا لا يتيقن ما يقوله هؤلاء وما يصوره هؤلاء. فما أخبر الله عنه أنه يتحرك هو كما أخبر سبحانه وتعالى، وما شاهده الناس من سير الكواكب هو كما أخبر كما يرى ويشاهد. وأما زعم الزاعمين لأن هذا يدل على أن الأرض تدور وأنها تسبح في الفضاء وأنها محتركة، والله يقول جعل هذا لنا قرارا، وقالوا رأسي أن تميد بكم، وبين سبحانه وتعالى أنه ثبتها بالجبال وأرساها وجعلها لها أوتادا، فالواجب التمسك بهذا والأخذ بهذا، وأنها لا تميد ولا تضطرب ولا تدور ولو دارت أحس بها العباد إذا جاء زلازل، ولو زلازل قليلة عرفها الناس، وربما هلك من حولها إذا عظمت الزلزلة وتهدمت البيوت وسقطت الأشجار وما هلك الناس بأقل زلزلة. هذه التي يحكيها الناس من هؤلاء الفضائيين أو غيرهم ويزعمون أنها تدل على حركة الأرض ودورانها، ليس لنا أن نسلم لهم ذلك، ولا يمكن أن نسلم لهم ذلك إلا بدليل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو شيء نلمسه بأيدينا ونراه بأبصارنا ونعقله لا شبهة فيه. فإذا وجد ذلك أمكن تأويل أن تميل من الاضطراب الذي يضر الناس، وأن الحركة التي لا تضر الناس من ضرران وغيره لا تخالف الميت الذي ذكره الله. أما أن نفسر الميت بالاضطراب فقط ونقول أنها تدور وتتحرك ولكن ليس ميدا، فهذا يحتاج إلى دليل، ومن قنع بذلك ورأى وشاهد واعتقد لا يضره ذلك، ومن لم يعتقد ذلك ولم يظهر له ما يخالف ذلك لا يضره اعتقاده الذي يراه صحيحا ويراه موافقا لكتاب الله، فكل واحد له اعتقاده، فمن اعتقد ما هو ظاهر له من كتاب الله فهو يؤمن، ومن شاهد أشياء وتيقنها يقينا وأن هناك حركة لا تمنع وصف الأرض بأنها غير مائلة وأنها قرار بل دوران خاص لا ينافي كونها قرارا ولا ينافي كونها قد أرست من جبال ولا ينافي كونها لا تميد، من تيقن هذا وعرفه بقلبه وصدقه بعينه فلا لوم عليه إذا اعتقد ذلك، وليس له يوم الآخرين وليس له يقدح في الآخرين لأنه لم يعلم ما علم، وكل له علم. كما أن من علم أن الحكم الفلاني هو التحريم أو الوجوب
والآخر أشكل عليه ذلك ليس له إلا هو من العلم من العليم. فالحجة حجة على من لم يعلم، ومن العلم وحفظ حجة على من لم يحفظ ولم يعلم، وكل له حجته وكل له دليله. فأنا أعتقد وكتبت في هذا كتابه من مدة سنوات أعتقد أنها قارة كما قال الله، وأنها لا تدور ولا تضطرب ولا تتحرك بل هي ثابتة. وقد ذكرت كلام أهل العلم في ذلك، ومن زعم خلاف ذلك فإن كان متيقنا فلا لوم عليه، وله ما أعتقد، ولا يلزمنا أن نوافقه ونقلده، ولا يلزمه أن يقلدنا ومن قال بقولنا.